وصل التصعيد بين باكستان والهند إلى مستوى خطر، حيث أعلن الجيش الباكستاني إسقاط طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي الهندي وأسر طيار. هذا وأكدت الخارجية الباكستانية شن مقاتلات باكستانية غارات جوية في المجال الجوي للشطر الهندي من كشمير، بعد غارات هندية الثلاثاء الماضية استهدفت الشطر الباكستاني من المنطقة المتنازع عليها. وكانت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سوراج أكدت خلال زيارة إلى الصين إن بلادها لا تريد مزيدا من التصعيد مع باكستان بعد الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات هندية في الأراضي الباكستانية.